تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر أثير إذاعتكم المتألقة إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل معي اليوم في الإعداد الأستاذ حسني البلاونة، وفي التنسيق والمتابعة والإخراج مخرجنا المتألق نمر محمد، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. وأيضا أرحب بزميلتي الأخت آمنة العلي، بتكون معنا إن شاء الله اليوم في تقديم الحلقة. صباح الخير جميعا مستمعينا، ومن خلال برنامج صحة وسعادة نرحب بمشاركاتكم ونرحب بتواصلكم واتصالاتكم على الأرقام 600551414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ومستمعينا دائما نذكركم بالإجراءات الوقائية والإحترازية الخاصة بفيروس كورونا، وأن الوقاية من فيروس كورونا هي مسؤولية الجميع، فلنلتزم جميعا. وأيضا نذكر مستمعينا الأعزاء بأن هيئة الصحة بدبي تحرص إلى يعني توزيع أو تكثيف أو توسيع نطاق الفحوصات فحص فيروس كورونا، وموجود بشكل أكبر الحين في أيضا المراكز التسوق في إمارة دبي. نستعرض معاكم مستمعينا الأعزاء فقرات برنامجنا لهذا اليوم، ومثل ما عودناكم دائما هناك أخبار محلية وأخبار عالمية، عندنا فقرة السوشيال ميديا وأهم المتداول فيها سواء على صفحات الهيئة أو الصفحات الأخرى ذات العلاقة في الشؤون الصحية. أيضا عندنا فقرة المستجدات كوفيد اليوم مع عنوان أو تحت عنوان الصحة النفسية في ظل كوفيد 19. مثل ما عودناكم دائما مستمعينا الأعزاء عندنا مصطلح طبي يومي، واليوم مصطلحنا الطبي عن شلل الأطفال، وبنتكلم عن هذا الموضوع أكثر. وأيضا فقرة التغذية، كيف يكون طعامك هو سر سعادتك، وفقرة التقنيات الحديثة وتقنية حديثة وهي الفحص المبكر للجنين. نرجع لأخبارنا المحلية مستمعينا الأعزاء، كيف تتعامل مع طفلك المصاب بالتأتأة؟ حذرت الرابطة الألمانية مستمعينا الأعزاء لأطباء الأطفال والمراهقين الوالدين من توبيخ الطفل المصاب بالتأتأة أو نهره أو تهديده أو تصحيح الكلمات والجمل له باستمرار أو معاملته بقسوة بشكل عام، كي لا تتفاقم المشكلة وتتدهور أيضا الحالة. وأضافت الرابطة أن الطفل الذي يعاني من التأتأة يحتاج إلى معاملة خاصة من الوالدين، حيث يتعين على الوالدين التحلي بالهدوء والصبر ومعاملة الطفل بحنان وعطف. وأيضا أضافت الرابطة أن التأتأة غالبا ما تصيب الأطفال في المرحلة العمرية بين 2 و5 سنوات، وعادة ما تتلاشى من تلقاء نفسها، غير أنها تحتاج إلى علاج أمراض النطق واللغة في حالة استمرارها لمدة تزيد عن 6 أشهر. خبرنا الثاني مستمعينا الأعزاء بأن كيف يمكن التخلص من الدهون أو دهون البطن دون اللجوء إلى الرياضة، أو في بعض الأوقات أيضا دون اللجوء إلى العمليات الجراحية. فحسب مجلة التحقيقات السريرية فإن تجنب تناول السكريات الغذائية قد يساهم بشكل كبير مستمعينا في التخلص من دهون البطن. وأيضا تقول الدراسة أجرتها جمعية القلب الأمريكية أن هنالك علاقة مباشرة بين زيادة استهلاك المشروبات المحلاة وأيضا زيادة الدهون في البطن. وأظهرت هذه نتائج هذه الدراسة أن الأشخاص الذين لم يستهلكوا المشروبات المحلاة بالسكر كانوا أقل عرضة لتراكم الدهون في منطقة البطن مقارنة بالأشخاص الذين استهلكوا مشروبات محلاة.
وأما الآن مستمعينا ومع فقرتنا اليومية السوشيال ميديا ومستجدات السوشيال ميديا المتداول في سواء على صفحات هيئة الصحة بدبي أو الصفحات الأخرى ذات العلاقة والشؤون الصحية مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. أختي أسماء صباح الخير. صباح النور. صبحكم الله بالنور والسرور. رفيع عبد الله عليكم وعلى العاملين في دبي وعلى كل المستمعين الإذاعة بإذن الله. نعم. ناخذ جولة في قنوات التواصل الاجتماعي. من ضمن الأشياء يعني الموجودة أو التوب ترند من بداية شهر 3 حتى الآن هو موضوع كوفيد-19. ونتكلم عن كوفيد-19 أن الآن هيئة الصحة موجودة في مراكز التسوق، ممكن أي الحصول على الخدمة هاي أو الفحوصات للي مثلا موجودين في المول اللي عندهم سفر، وممكن لكن يحتاجون أن يتصلون لأخذ موعد قبل أن يتوجهون للمنصة. عندنا 3 منصات موجودة، 3 مراكز تسوق اللي هي مول الإمارات، دياس سنتر ومردوس سنتر. المنصات موجودة لفحص كوفيد-19، لكن أهم شيء أنه يحجز الموعد، والأهم أهم شيء إذا كان حد عنده أعراض مرضية ما يروح أي مكان عام. الأفضل اللي عنده أعراض مرضية أنه يروحون للمراكز الصحية، وأيضا يقدرون يأخذون مواعيدهم عن طريق الاتصال برقم المجاني 8342. وأيضا نحن عندنا من ضمن الأشياء نسويها بشكل دوري إن نحن نحب نشارك الجمهور، جمهور المتعاملين بالأفكار التطويرية ومقترحاتهم. ففي مبادرة كيف نطور الخدمة لتحسين تجربة المتعاملين وتسريع الإجراءات، هذا فيم لهذه الفترة، ونحن نتمنى من الجميع إنه يقدمون أفكارهم ومقترحاتهم عشان نحسن الخدمات المقدمة لهم عن طريق موقع الاقتراحات الموحد في حكومة دبي اللي هو e-suggest.dubai.gov.ae. أيضا هذا الشهر نحب نأكد للجميع أن يعني جميع مراكز موجودة للي حاب يأخذ استشارات، وأيضا اللي حاب يأخذ استشارات عن بعد خدمة طبيبية لكل مواطن ممكن يحجزون الموعد عن طريق التطبيق أو عن طريق الاتصال، يعني ما يحتاجون يجون مراكز صحية، ممكن يسوونها عن طريق الموبايل آب. تقريبا هاي الخدمات العامة اللي حكينا المصريين عليها خلال 24 ساعة الماضية، ودمتم بصحة وسعادة. شكرا أختي أسماء ودمتي بصحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، مثل ما ذكرت الأخت أسماء الجناحي بأن هيئة الصحة بدبي دائما يعني هناك توسيع في موضوع يعني فحوصات الكوفيد أو فيروس كوفيد-19 بحيث أنها تكون في أماكن مختلفة، طبعا بالإضافة إلى المراكز مراكز الصحية لهيئة الصحة بدبي وأيضا الأماكن الأخرى. الآن يمكنكم أيضا مستمعين الأعزاء بالتوجه إلى مراكز التسوق في دبي، مول الإمارات ومردف سيتي سنتر ومردف سيتي سنتر ديرة. طبعا يمكنكم الاتصال بالرقم الموحد لهيئة الصحة بدبي 8342 أخذ الموعد والذهاب لهذه المراكز لفحص فيروس كورونا. مستمعين الأعزاء بناخذ فاصل، وبعد الفاصل فقرتنا اليوم لمستجدات كوفيد-19 الصحة النفسية في ظل كوفيد-19. خلكم ويانا مستمعين الأعزاء وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء يا مرحبا بكم، سهلة رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجنا اليومي، برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة إذاعة نور دبي. وأيضا من خلال برنامج صحة وسعادة نرحب مستمعينا بتواصلكم معنا على الأرقام 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ونأخذ فقرتنا لهذا اليوم مستمعينا مستجدات كوفيد-19 الصحة النفسية في ظل جائحة كوفيد-19، هي أحد المواضيع المهمة مستمعينا التي سنركز عليها خلال هذه الفقرة من البرنامج، والتي سنقدم من خلالها العديد من النصائح
والإرشادات التي تساعد العاملين في الرعاية الصحية، وأيضا أولياء الأمور على تجاوز تحديات هذه المرحلة. للحديث عن هذا الموضوع مستمعينا الأعزاء، يسرنا ويشرفنا أن تكون معنا اليوم الدكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي. دكتورة هند، صبحت الله بالخير والعافية. صباح الخير سان عبد الله والجميع المستمعين. مرحبا دكتورة هند، الحقيقة نحن نشكركم على هاي الجهود الجميلة، أن دائما يعني هيئة الصحة بدبي حريصة بأخذ موضوع يعني فيروس كورونا، تثقيف أفراد المجتمع من جميع النواحي. طبعا احنا تكلمنا عن جوانب كثيرة من ناحية التثقيف، واليوم دكتورة بنتكلم عن جانب مهم جدا ألا وهي الصحة النفسية. دكتورة، لو نتحدث عن مدى التأثير النفسي لجائحة كورونا مثلا على العاملين في القطاع الصحي وأيضا المرضى المصابين بالفيروس. طبعا احنا نعرف ان جائحة كوفيد بدت في يناير وما زالت مستمرة حتى الوقت الحالي، فهذا شيء طبيعي جدا ان الشخص يشعر بالضغط النفسي، وهاي تجربة يعني مر فيها جميع المتواجدين، مو بس في القطاع الصحي بس في جميع دول العالم. فإحنا نقول لهم أنه من الطبيعي جدا أنك أنت تشعر ببعض الضغط النفسي في الوقت الحالي، ونقدر نقول يعني نعطيهم بعض النصائح اللي تخليهم يتكيفون مع هذا الضغط. أنهم في البداية أولا لازم أنت تنتبه أن أنت في بعض العلامات اللي تخليك وتنبهك أن أنت قاعد تنضغط نفسيا، وهذا الضغط النفسي قاعد يسوي لك تغيرات في طريقة تقديمك لعملك، حالتك المزاجية ممكن تتغير، تحس نفسك شعورك بالقلق ازداد بطريقة مو طبيعية، شعورك بالإنهاك أو صعوبة بالاسترخاء. أيضا ممكن أيضا الضغط النفسي أن يؤدي إلى وجود أعراض جسدية، تحس أن عندك آلام في الجسم، اضطرابات في جهازك الهضمي. فإحنا نبي نذكركم أن هذا العلامات كلها يعني قد تؤدي وتعطيك مؤشر أن أنت مضغوط نفسيا، وإحنا هنا نقول أنه وايد مهم أنك أنت تهتم ببعض النقاط الأساسية عشان أنت تتجاوز هذا الشيء. صحيح. اولا لازم انت تهتم بصحتك الجسديه، صحه بدنك مهمه جدا عشان انت تتجاوز الضغط النفسي. اهتم بنفسك، فقط كافي من الراحه، الغذاء الصحي جدا مهم، حفاظك على النشاط البدني ايضا يساهم ويساعد في التغلب على الضغوطات النفسيه. الكثير يلجأ لعادات غير صحيه مثل التدخين بشراهه، احنا ننصحهم انهم ما يلجؤون لهذه العاده الغير صحيه. ايضا من المهم جدا انهم يبقون على تواصل مع عائلاتهم واصدقائهم للحصول على هذا الدعم المعنوي. هاي الاشياء مهمه جدا في تجاوزهم لهذا الضغط النفسي. وطبعا ايضا مهم انهم يستعينون بزملائهم لأن هم يعانون من نفس الظروف اللي هم يعانون منها. فساعات الواحد لما تكون عنده حلقة مساندة من ضمن زملائه في مجال عمله يقدرون أن هم يواجهون هذه الظروف مع بعض ويتجاوزونها. وطبعا نذكرهم إذا أنتوا في محيط عملكم شفتوا بعض زملائكم مضغوطين بزيادة، عليهم ضغط نفسي زيادة، فأيضا ما يضر أنك أنت تساعد هذا الشخص وتكون يد العون له عشان يتجاوز هاي المرحلة. وطبعا إذا حسيتوا نفسكم غير قادرين على التأقلم مع الوضع الحالي والنصايح اللي ذكرناها طبعا ما قدرتوا أنتوا تسيطرون على الضغط اللي تعانون منه، فأيضا مش العيب أنك أنت تلجأ لاستشارة مختص. المختص يقدر يساعد ويعطيك بعض النصائح المهمة اللي يخليك تتجاوز هذه التوترات والضغوطات. نعم دكتورة، أنت طرقتي لجانب أيضا مهم جدا، بأن يعني من الأشياء اللي ممكن يعني تخلي الإنسان إنه ما يمر في مراحل يعني متقدمة من الضغط النفسي، اللي هو يعني معرفة التثقيف. يعني الإنسان لابد إنه هو يتثقف بشكل شخصي عن المرض أو عن الفيروس هذا، كيف يعني ممكن تكون الأعراض، كيف يقدر يعني يتأقلم مع نفسه. وطبعا إحنا تكلمنا دكتورة في الحلقات السابقة، أنت تذكرتي موضوع الحجر المنزلي، كيف خلال الفترة هاي يعني يتأقلم مع نفسه
نفسه ويكون عنده ثقافة كاملة بحيث أنه ما يمر في هاي المراحل الضغوطات النفسية. بالضبط أستاذ عبد الله. نعم دكتورة، طبعا يعني هناك في تأثير سلبي لهاي الجائحة على أولياء الأمور وأيضا الطلبة وأفراد الأسرة، لو نتكلم دكتورة يعني في هذا الموضوع بشكل عام. طبعا هاي الظروف الاستثنائية هاي السنة أثرت كثير على أفراد الأسرة وبالأخص أولياء الأمور. نعم. لعدة أسباب، الأولى أن ما زالت الجائحة مستمرة منذ بداية العام إلى هذا الوقت الحالي، ومروا بفترات كان فيها حجر وعزل وقيود وإجراءات احترازية، وأحيانا مع بداية افتتاح المدارس وبداية موسم المدارس في بعض أولياء الأمور بيعانون من ضغط نفسي نتيجة إرسال أطفالهم للمدرسة، والقسم الثاني نتيجة متابعتهم للتعليم عن بعد. فهذه الأشياء بعد تأثر في الصحة النفسية للشخص. فإحنا دائما نذكر أولياء الأمور أن من المهم تقسيم الأدوار في المنزل بين جميع أفراد العائلة. ما يصير إحنا نضغط شخص واحد فقط ويقوم بجميع المهمة والمهمات والأدوار في المنزل. من المهم أنك أنت تقسم الأدوار في المنزل عشان أنت تتجنب الشعور بالإرهاق. أيضا من الجيد أنك أنت تجعل روتين يومي لجميع الأشياء اللي أنت لازم تسويها، وأيضا لازم تخصصون وقت كافي للراحة، ممارسة بعض الهوايات، يكون في روتين وجدول يومي للأطفال، وتحرص أنهم ينامون في وقت باكر عشان لصحتهم وصحتهم النفسية، وأيضا عشان أولياء الأمور يحصلون على بعض الوقت للهدوء والراحة لهم. ونرجع ونذكر أن من المهم أنك أنت تهتم بصحتك البدنية وصحتك الجسدية، لازم تحرص على ممارسة الرياضة بشكل يومي على الأقل 30 دقيقة في اليوم، النوم بشكل كافي وطريقة كافية، تلتزم بنظام غذائي صحي. إحنا نعرف أن الأغذية الصحية، الأكل الصحي المنتظم أيضا يساهم في التقليل من التوترات والضغوطات النفسية. وأيضا إذا كان أبنائكم يتعلمون عن بعد، من المهم أيضا أنكم تهتمون بصحتهم الجسدية وتعملونهم جدول روتين يومي بالأنشطة الدراسية والهوايات أيضا. نعم. وأيضا لازم يحافظون على هدوءهم ويطمئنون أعصابهم. الجميع يمر في نفس المرحلة، والجميع ما يضر أن أنت تكون عندك حلقة تساعدك في تجاوز هذه الأزمة، تكون عندك حلقة من الأصدقاء من المختصين، تستعين بالمختصين، المدرسة تقدر تساعدكم في تجاوز هذه الفترة. أيضا هناك الكثير من تمارين احنا نقدر ننصحها، تمارين التنفس والتأمل، هذه التمارين أيضا تساعدكم في تقليل ضغطكم النفسي. وطبعا أهم شيء أن إلمامكم بجميع القوانين والتحديثات والتزامكم بالإجراءات الوقائية من شأنها تقليل العبء النفسي عليكم أيضا. صحيح دكتورة، لو نتكلم أكثر يعني أنت تفضلتي وذكرتي بأن يعني أهمية ودور الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لتخفيف يعني أعباء النفسية على الناس، كيف ممكن يعني الإجراءات الاحترازية والوقائية ممكن أن تخفف دكتورة من الأعباء النفسية؟ لأن مثل ما تعرف أستاذ عبد الله، الوعي وتثقيف نفسك رح يبعد عنك شك القلق والتوتر اللي ما له داعي. لما أنت تعرف ما هو كوفيد، طرق انتشار كوفيد، شو هي الإجراءات اللي تقوم فيها الدولة عشان تحافظ على سلامة الجميع، شو هي الإجراءات اللي هي تعتبر من ضمن مسؤولياتك عشان أنت تساهم بعد في حماية المجتمع. هذه المعرفة هي سلاحك في محاربة التوتر والضغوطات النفسية. من المهم جدا أنك أنت تكون على وعي كافي بالإجراءات والإحتياطات. أنت لما تعرف أن حفاظك على مسافة كافية بينك وبين الآخرين رح يساهم في حمايتك من هذا المرض، أنت بهاي الطريقة تخفف من التفكير والقلق
من انتقال العدوى إليك. أنت لما ترتدي كمامك أنت يعني بمعرفتك أن أهمية ارتداء الكمام هذا بعد راح يساهم في تقليل العبء والتوتر النفسي. الساعات يكون ما له داعي بمعرفة بسيطة المعرفة هي أنا دائما أقول المعرفة هي سلاح الشخص ضد هذه الضغوطات والتوترات النفسية الزائدة عن اللزوم. نعم. دكتورة هند، نصائح عامة توجهينها لكافة أفراد المجتمع للتعايش مع جائحة كوفيد-19؟ طبعا احنا كلنا نعرف ان هاي السنة سنة استثنائية والجائحة هذه جائحة عالمية، فجميع العالم جميعا يمر بهذه الظروف الاستثنائية، ومن الطبيعي جدا ان الشخص يحس في بعض الأوقات انه مضغوط نفسيا، مو قادر يستوعب اللي يصير. هذه اشياء كلها طبيعية، القلق ردة فعل طبيعية لما انت تحس بالخطر، فمن المهم جدا انك انت توعي نفسك، تثقف نفسك، تحافظ على نمط حياة صحي، لأن محافظتك على هذه الأنماط الحياة الصحية راح تساعد أيضا في تقليل شعورك بالقلق والتوتر، وأيضا معرفتك، أيضا معرفتك بالإجراءات والأشياء اللي لازم أنت تسويها هذه بعد تحسن من حالتك النفسية وضغوطاتك النفسية. فهذا الشيء جدا طبيعي، وإذا أنتوا حسيتوا أن الوضع خرج عن سيطرتكم أو زاد بطريقة مقلقة، فليس من المعيب أنك أنت تقوم باستشارة المختصين أو تحيط نفسك بدائرة من الأصدقاء والعائلة يعطونك هذا الدعم النفسي. المهم أنك تعرف أنك أنت لست وحيدا، هناك دائرة من أصدقائك وأحبائك، دائرة من المختصين بإمكانهم مساعدتك في تجاوز هذه الضغوطات. نعم دكتورة، قبل حابين ناخذ مشاركة، عندنا مشاركة. ألو. نعم ألو. السلام عليكم دكتور. السلام، مرحبا أخوي. هلا مرحبا والله. والله يا دكتور أنا عندي وزي ما تقول اقتراح أو ملاحظة أو حاجة يعني بالصورة زي ما تحتيبها أنت. فبالنسبة للوضع بتاع السيارات الأجرة، أنا دلوقتي معايا الأسرة مثلا 2 وطفل صغير 7 سنة 5 سنة، فأغلب التسليم يقول لك لا. قول لي تو يا أخي، طيب أنا ده حامل فيه وأمه تركب في تاكسي وأنا أركب في تاكسي، فأساسا أصلا ورا دي أنت بتركب 2 ورا، الاثنين ورا دي المرات بيكونوا مش متلازقين، بيكونوا ما في داعي أقول لك. فطيب اللي بيركب قدام ده الثالث في تباعد نفس المسافة الورا، صحيح، ليه ما يكون مثلا 3 مثلا، او يكون لانه نفس التباعد اللي خلفي يكون، وبالافضل بيكون قدام. طبعا هيئه الطرق جزاها الله خير هي عندها السائق اهم شيء، يعني ما دار حساب العدو ايش، لانه حساب العدو حساب غيره وغيره، لكن طبعا الحمد لله يعني الوضع هنا والناس متفاهمه وكل شيء. فيا ريت يكون في اقتراح او في زياده للعدد 3، لانه جد يعني الاسر تنفعل شديد يعني. صحيح أستاذي، نحن إن شاء الله شاكرين لك يعني تواصلك معنا في برنامج صحة وسعادة، وإن شاء الله بنحول الاقتراح هذا للجهات المعنية. شكرا لاتصالك. دكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي، شكرا جزيلا لك دكتورة. شكراً لجميع المستمعين ودمتم بصحة وسلامة. شكراً دكتورة. مستمعين الأعزاء، بناخذ فاصل، ولكن قبل الفاصل أحب أن نذكركم بأن هيئة الصحة بدبي توفر خدمات فحص فيروس كورونا في مراكز التسوق بالإمارة، ويمكنكم أيضاً مستمعين الأعزاء الاتصال على الرقم المجاني لهيئة الصحة بدبي 800-342 لأخذ موعد، وساعات العمل من الساعة 11 صباحاً حتى 6 مساءً. خلكم ويانا مستمعين الأعزاء بعد الفاصل. مصطلحنا الطبي لهذا اليوم شلل الأطفال، خلكم ويانا وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر أثير إذاعتكم المتألقة إذاعة نور دبي. ومن خلال برنامج صحة وسعادة نرحب بمشاركتكم واتصالاتكم على الأرقام 600-551-414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006.
مستمعينا الأعزاء، آخر مصطلحنا لهذا اليوم المصطلح الطبي وهو شلل الأطفال. هو مرض فيروسي شديد العدوى يغزو الجهاز العصبي، وهو كفيل أيضا بإحداث الشلل التام في غضون ساعات من الزمن. ينتقل بالفيروس من شخص لآخر وبطرق مختلفة، وأيضا وسيلة مشتركة مثل المياه الملوثة أو الطعام، ويتكاثر في الأمعاء. وتتمثل أعراض المرض الأولية في الحمى والتعب والصداع والتقيء وتصلب الرقبة والشعور أيضا بألم في الأطراف. وتؤدي حالة واحدة من أصل 200 حالة عدوى بالمرض إلى شلل عضالي يصيب الساقين عادة. وأيضا الأعراض 90% من المصابين بالفيروس لا تظهر عليهم أي أعراض، و 1% شلل دائم في الأطراف. ومستمعينا الأعزاء، من مصطلحنا الطبي إلى فقرة التغذية، كيف طعامك هو سبب سعادتك، مع أخصائية التغذية الأستاذة سامة عبد الله، أخصائية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي. أستاذة سامة صبحت الله بالخير والعافية. صبحت الله بالنور والسرور يا عبد الله، يسعد في صباحك وصباح المستمعين. الله يسعدك. مثل ما ذكرت راح أتكلم اليوم عن الأطعمة، أو شلون يكون طعامك هو سعادتك. نعم، أنا حقيقة يعني شد انتباهي العنوان لهاي الفقرة اليوم، يعني كيف يكون طعام الإنسان هو يعني سبب سعادته. طبعا راح نتطرق في الموضوع عن الأشياء بالتفصيل إن شاء الله. نعم. طبعا أخوي عبد الله، أنت تعرف تزايد ضغوط الحياة وكثرة الأشغال اليومية، يلجأ كثير من الناس بشتى الطرق لتحسين الحالة المزاجية وتخفيف التوتر، لتتمتع بطاقة إيجابية والاستكمال مسيرة الحياة، ومنها ممارسة بعض الأنشطة مثل اليوغا والتأمل أو بعض العلاجات الأخرى، وأيضا تناول بعض الأطعمة التي تساعد في تحسين المزاج والحالة النفسية والشعور بالسعادة. في البداية راح أعرف عن هرمون، وهو هرمون السيروتونين أو هرمون السعادة كما يطلق عليه، لقدرته الفائقة في تحسين الحالة المزاجية. هرمون السيروتونين هو عبارة عن مادة كيميائية تنتج في الجسم، كما أنه ناقل عصبي يلعب دور مهم في تنظيم وتحسين الحالة المزاجية. ويتواجد هرمون السيروتونين في المخ والصفائح الدموية، ولكن يتواجد في مقامه الأول في الجهاز الهضمي، لذلك فهو يساعد على التحكم في حركة الأمعاء ووظائفها وتنظيمها. نعم. عندما يكون مستويات السيروتونين طبيعية في جسمك، تكون أكثر سعادة وتركيزا واستقرارا عاطفيا وأقل قلقا. ومن أجل إنتاج السيروتونين يحتاج الجسم بالأساس إلى حمض التريبتوفان الأميني الذي نحصل عليه من نظامنا الغذائي، وهو عبارة عن أحد الأحماض الأمينية التي تعمل على رفع معدل السيروتونين في الجسم، ويلعب دورا رئيسيا وهاما في التحكم في الحالة النفسية والمزاجية. ونقصه قد يؤدي إلى انخفاض مستوى السيروتونين، وقد ينجم عن ذلك اضطرابات في المزاج كالقلق والاكتئاب. نعم. فمن أجل الحصول على حمض التريبتوفان الأميني، يجب أن يحتوي نظامك الغذائي على البيض، الجبن والسالمون والمكسرات والبذور والفواكه مثل الأناناس والموز والمانجو والخضروات، وبالأخص الورقيات الخضراء، لأنها تعتبر أحد أفضل المصادر الغذائية الغنية بحمض التريبتوفان الأميني، على عكس الأطعمة الغير صحية كالطعام المقلي وغيره من الوجبات السريعة، فتلك تزيد من فرص الاكتئاب والخمول وغيرها من المشاعر والسلوكيات السلبية. وأيضا من جهة أخرى أخوي عبد الله، ممارسة الرياضة بانتظام تعمل على تحسين المزاج وتحسين إنتاج السيروتونين، فذلك ينصح بممارسة الرياضة نصف ساعة لساعة على الأقل يوميا لتحسين معدل وإنتاج السيروتونين مما يحسن من الحالة المزاجية. مثل ما قلنا أن طعامك هو سر سعادتك، فكلما زاد مستوى أطعمتنا على مستويات السيروتونين، كلما نعمنا بالحياة أفضل وأقل توترا وأقل قلقا. نعم. الأستاذة سامة عبد الله، أخصائية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الأعزاء، من الطعام السعيد إلى فقرتنا التالية، فقرة التقنيات الحديثة، واليوم حديثنا عن تقنية الفحص المبكر للجنين.
مستمعينا الأعزاء، تحرص هيئة الصحة بدبي على امتلاك أحدث الأجهزة والتقنيات العالمية في المجال الطبي لتعزيز قدرتها التنافسية كمؤسسة صحية رائدة على مستوى المنطقة ووجهة مثالية لطالبي العلاج والاستشفاء لما تمتلكه من إمكانيات متطورة وكوادر بشرية ذات كفاءة عالية. واليوم نتحدث عن تقنية متطورة استقطبتها هيئة الصحة بدبي ضمن برنامج دبي لمسرعات المستقبل، وهي تقنية الفحص المبكر للجنين. مستمعينا الأعزاء، تقنية الفحص المبكر للجنين، معانا اليوم الدكتورة شذى سيف العجلة، عضو فريق المستقبل بهيئة الصحة بدبي. دكتورة شذى، صبحك الله بالخير والنور والعافية. صبحكم الله بالنور، أهلا وسهلا. مرحبا دكتورة. الحقيقة يعني دائما هيئة الصحة بدبي تحرص ب يعني وجود هاي التقنيات المبتكرة والبرامج يعني التقنية اللي دائما يعني تساهم في سعادة متعاملينها بخصوص موضوع التشخيص والعلاج. تقنية الفحص المبكر للجنين، دكتورة لو تعطينا فكرة عن هاي التقنية وأيضا المرحلة التجريبية لها في منشآت هيئة الصحة بدبي. بالنسبة لهذه التقنية، هي واحدة من التقنيات اللي استضافتها الهيئة كجزء من برنامج سرعات دبي المستقبل. نعم. فنحن صراحة أي تقنية يعني نستضيفها عن طريق هالبرنامج نحاول إن نحن نجربها، لازم نجربها قبل ما خلاص تطبق يعني. صحيح. فهذه واحدة من هالتقنيات، هي تقنية الفحص المبكر للجنين، والفحص هذا غير جارح. فمعنى أنه عن طريق دم الأم الحامل، فالفحص هذا يكشف لنا إذا في يعني تشوهات كروموزومية للجنين يعني تؤدي إلى أمراض معينة. نعم، بس دكتورة يعني من أي شهر ممكن يكون يعني يتبين هاي التشوهات من خلال هاي التقنية؟ طبعا هالفحص يعني هو يعتبر مبكر، فممكن ينعمل في الشهور الأولى من الحمل. نعم. يعني تقريبا بين شهرين ونص إلى 3 شهور من الحمل. صحيح. ونحن سوينا التجربة هذه، خلصناها يعني، هي عبارة عن دراسة تجريبية سويناها في مستشفى دبي ومستشفى لطيفة. في مستشفى دبي أشرفت عليها دكتورة نوال حبيشي، رئيس قسم النساء والولادة هناك، ودكتورة عبير نعمان أيضا في مستشفى لطيفة. فأتريت على 20 أم حامل، يعني عن طريق سحب دم 20 أم حامل، 10 أمهات من كل مستشفى يعني. نعم. بمعنى أنه يعني على 20 جنين. فالنتيجة هذه إحنا ممكن نتأكد منها بعد ما يعني بعد الولادة، ممكن ناخذ يعني ممكن نسوي فحص ثاني على الجنين يعني على البيبي طبعا بعد الولادة، عشان نقارن النتائج ونتأكد من دقة الفحص هذا وإذا نبغي نطبقه بعدين إن شاء الله. نعم. نعم دكتورة شذى، دكتورة بس حبينا نعرف منك أهمية هاي التقنية وشو بتضيف لأقسام النساء والولادة بمستشفيات الهيئة. طبعا هاي التقنية تعتبر فحص مبكر يعني لأي تشوهات كروموزومية في الجنة. فيعني إحنا عندنا طبعاً فحوصات وايد جيدة في الهيئة، لكن اللي بيضيفها الفحص إنه سريع جداً. يعني مثلاً بدال ما النتيجة تطلع حالياً في مثلاً 12 إلى 14 يوم، ممكن تطلع في 2 إلى 5 أيام. حتى دكتورة ممكن يكون إن هذا الفحص مبكر، يعني باقي الفحوصات يمكن تكون في الأسابيع يعني المتأخرة من الحمل، فهذا الفحص إذا مبكر. نعم. أيوة، فالأم يعني طبعا حابة تطمن، بالذات إذا كانت الأم هذه فوق سن 40 وتكون أكثر عندها عرضة يعني الإصابة بتشوهات الجنين، يكون أكثر عرضة أن يكون في يعني هالتشوهات الكروموزومية سواء تلازمة داون أو غيره. نعم. ايضا دكتوره اكيد يعني يعني بسبب اهميه هذه التقنيه اللي هي فحص المبكر للجنين، هناك اكيد بيكون في بعض المعايير وبعض البروتوكولات، يعني مثلا حتى اختيار المرضى اللي يحتاجون ان يتسوى لهم هاي النوع من التقنيات، لو تحدثينا في هذا الجانب دكتوره. طبعا
طبعا هي أي أم حامل حابة أن هي تطمن، لكن تحديدا لمستهدفين أكثر هم يعني كل ما كبر سن الأم هذه يعني فوق 35 فوق 40 درجة أولى، يعني كل ما كانت هالأم تبغي تطمن وأحسن أن هي تسوي الفحوصات هذه. ليش؟ لأن الجنين هذا إذا كان في أي شيء من هالأشياء طبعا ممكن ما يكون فيه وخلاص طمنت وتكون لابسة عادية وكل شيء، لكن لو كان في شيء من هالقبيل ممكن أن هي تتحول على عيادة طب الأجنة بحيث أن يكون في يعني رعاية أكثر ويكون في عناية بالجنين هذا، لأن ممكن يكون في لا سمح الله بعدين أمراض، ممكن يكون في يعني بعض العاهات أو تأثير على مثلا الأمعاء أو القلب، وممكن حتى أثناء الولادة يكون في بعض الأمور اللي ممكن الواحد يتفاداها، ممكن لا سمح الله يحتاج البيبي هذا بعد ما يولد يحتاج إنعاش أو يحتاج عملية عاجلة، فيكون هو تحت الرعاية اللي يحتاجها يعني، وتكون الأم مطمنة أيضا. صحيح. أيضا دكتورة أكيد يعني هذا الفحص بيساعد على يعني مثلا في بعض العوائل هناك بعض الأمراض الوراثية مثل ما تفضلتي دكتورة، ممكن يكون عندهم وراثيا هناك يعني تشوه في القلب أو تشوه في الكلى أو أمراض ثانية، فكيف ممكن يعني دكتورة هاي التقنية اللي هي يعني تقنية فحص المبكر للجنين بيساعد الأمهات على معرفة هاي الأشياء، وكيف أنه أيضا يعني مثل ما ذكرتي دكتورة أن الفريق الطبي بياخذ كل الاحتياطات أنه بعد الولادة يتم علاج الطفل هذا بشكل جيد؟ طبعا هالتقنية تقولنا إذا الجنين هذا مثلا عنده قابلية عالية للإصابة بمثلا تلازمة داون أو غيره، أو ما عنده قابلية، فإذا ما عنده قابلية خلاص اطمننا وولادة طبيعية وكل شيء يعني تستمر الأم في المواعيد العادية. أما إذا كان في يعني قابلية لوجود مثلا الأمراض أو غيره، فهاي الأم بتكون تحت إشراف خاص، بتكون تحت عناية أكبر من غير أن يكون لها خطة علاجية معينة، بيكون في استعداد يعني في خطوات معينة ممكن يأخذونها، ممكن يسووا لها فحوصات زيادة سواء للتأكد أن هالتشوهات موجودة أو لا، فممكن يعني هالفحص المبكر يساعدنا في خطوات وايد يعني. صحيح. والله أنا أشوف الدكتورة يعني هاي التقنية والفحص المبكر هذا مهم جدا. دكتورة أنت تفضلتي وذكرتي بأن يعني أنتم في المرحلة التجريبية، متى نتوقع دكتورة بأن الخدمة هاي بتكون متوفرة في مستشفيات هيئة الصحة بدبي؟ تحديدا بالنسبة لهالتقنية طبعا نفس ما قلت لك أستاذ عبد الله أن احنا لازم ننتظر الحين ولادة الأمهات اللي خدنا منهم العينات هذه. نعم. عطهم تقريبا 5 أو 5 شهور من الحين، وبعد الولادة ان شاء الله احنا بناخذ الفحص يعني البيبي نفسه عشان يكون في مقارنة بين النتائج. صحيح. بعد المقارنة هذه واطمئنان ان هالتقنية نفس ما نبغي ويعني متأكد من حاجتها وأهميتها يعني بيصير تطبيقها إن شاء الله في هيئة الصحة يعني بشكل عام. نعم دكتورة شذا، نحن مثل ما نعرف أن هيئة الصحة بدبي تحرص دائما على اقتناء التكنولوجيا الحديثة والتقنيات المرتبطة بخدمة الناس بشكل أساسي، فحبينا نعرف منك دكتورة خططكم المستقبلية في مجال التقنيات الحديثة. بالنسبة للخطط المستقبلية احنا عندنا طبعا دورتين في برنامج زراعات مستقبل شارك فيها الهيئة كل سنة يعني. أثناء هالدورتين إحنا يعني نستقطب شركات تقنيات جديدة، تقنيات هذه نحدد إن هي ما تكون موجودة أبدا يعني عندنا في الهيئة، أو إن تكون موجودة لكن الـ يعني تقنية الميت هيكون فيها شيء جديد، فيها جانب جديد ما يكون موجود قبل. فإحنا الحين إن شاء الله عندنا الدورة الجاية يعني بستة شهر 11، وإحنا الحين نحضر لها ونستقطب الشركات هذه، فإن شاء الله على شهر 11 يكون في شركات جديدة وتقنيات جديدة إن شاء الله. إن شاء الله دكتورة.
دكتورة شذا أيضا يعني اللي أعجبني أنا الحقيقة ومثل ما ذكرتي أنت في هاي التقنية وحتى التقنيات الثانية اللي تم يعني عمل دراستها. الجميل في الموضوع أنه يتم عمل الدراسة على يعني مرضى تابعين لهيئة الصحة بدبي، فلو تحدثينا في هذا الجانب. صحيح، المتابعين هي صح. عفوا، شو السؤال؟ السؤال دكتورة يعني هناك احنا دائما نشوف ان في مثلا تقنية حديثة يتم فيها دراسة لعدد معين من المراجعين لاخذ يعني مثلا مثل ما ذكرتي النتائج. الجميل في الموضوع ان انتم دائما اي تقنية يتم يعني مثلا تطبيقها في هيئة الصحة يتم عمل دراسة لمتعاملين هيئة الصحة بدبي، مثل ما ذكرتي ان انتم خلال الدراسة هاي لموضوع تقنية الفحص المبكر للجنين خدتوا 10 مرضى من مستشفى دبي و10 من مستشفى لطيفة. نعم، بالنسبة للدراسة اللي تتسوت على اي تقنية كانت، طبعا احنا اولا نتأكد ان التقنية هذه مجربة من قبل، يعني سواء في البلاد أو في البلد يعني اللي أصلاً هي من جاية منها. نعم. وبعد ما نتأكد من هالشيء نتأكد إن في يعني بعض المعايير مثلاً يكون فيها اللي هو FDA أو CE الاعتماد، يعني نحن ممكن نطبقها على المرضى عندنا، ما نطبق أي شيء، يعني إن هالشيء يضمن عارف يعني لازم يكون في معايير معينة حق المرضى التهيئة. من غير أن نحن بعد تجربتها لازم نتأكد أن يعني يكون في تقارير معينة، نتأكد أن في نتائج نفس ما نحن نرغب يعني، وبعدين نطبقها بشكل عام، ما يكون تطبيق كامل، يكون بس تجربة بسيطة. أوكي. اللي هي البرنامج التجريبي هذا. نعم، والجميل أيضا دكتورة مثل ما ذكرتي أن يعني حتى مراحل التطبيق تكون بشكل يعني مثلا يعني تجربة أولية وتجربة ثانية وتجربة ثالثة أيضا. لازم، لأن هالشيء بمثل جسم الإنسان يعني. صحيح. دكتورة شو تعطينا آخر نصيحة بخصوص هذا الموضوع وتشجعين يعني النساء الحوامل بخصوص موضوع تقنية الفحص المبكر للجنين؟ والله أنصح بالفحص المبكر. نعم. لأن يعني الواحد يبغى يطمن في النهاية، بالذات أن كل ما كبر السن يعني كانت الفرصة أكبر أن يكون في شيء لا سمح الله، يعني مثلاً متلازمة داون في كل 100 أم ممكن يكون في أم واحدة تحمل هذا الرزق يعني. فليش لا، ليش ما الواحد يطمن؟ وإذا اطمن ترى خلاص، لكن إذا كان في شيء ممكن إنه هو يأخذ احتياطاته ويكون في استعداد مبكر يعني أحسن. صحيح. الدكتورة شذا سيف العجلة عضو فريق المستقبل بهيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير لك دكتورة ولفريق عملكم المبدع. شكرا. مستمعينا الأعزاء، أتوقع أن وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، ولكن نحب نذكركم مرة ثانية بأن هيئة الصحة بدبي متواجدة في مراكز التسوق في إمارة دبي لفحص فيروس كورونا. بإمكانكم الاتصال على الرقم المجاني لهيئة الصحة بدبي 8342 وأخذ الموعد، وأيضا ساعات العمل من الساعة 11 صباحا إلى 6 مساء. مستمعينا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى أن الحلقة قدمت لكم المعلومات المفيدة، وهذا هو نهج هيئة الصحة بدبي، إيجاد مجتمع أكثر صحة وسعادة. أشكر فريق العمل معي اليوم في الإعداد حسني البلاون، التنسيق والمتابعة مخرجنا المتألق نمر محمد، وأشكر أيضا زميلتي آمنة العلي في تقديم هالبرنامج اليوم معنا، وتقبلوا تحياتي أنا عبد الله جمعة، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.